وسهلا بكم متابعينا عبر صوت بيروت انترناشونال، معكم سارة شحادي مباشرة من مدينة صيدا، حيث تشهد المحلات المخصصة لبيع الدخان والمعسل طوابير من المواطنين أمامها للحصول على الدخان وعلب المعسل. مثل ما عم نشوف بعدسة الزميل يوسف فواز، اليوم صباح الطوابير، إن كان على الخبز إن كان على البنزين إن كان على الدخان والمعسل، وطبعا يعني معظم المحطات البنزين بعدها مقفلة أبوابها. مثل ما عم نشوف في تهافت من الناس على شراء الدخان والمعسل. يعني حنجرب نحكي معهم، مع العلم انه كل الناس معصبة يعني اليوم من الطوابير، وهي اللي عم تعمل العجقة. مثل ما شفنا بالفرن الخبز متوفر، الطحين متوفر، والعجين والمازوت ايضا متوفر، ولكن العجقة كانت رهيبة جدا بشكل مش طبيعي. ورح نشوف هون كيف الوضع، نجرب نحكي مع الناس. مرحبا، على علمك قد ايه عم ببيع الاسعار؟ اسعار كما هي عليه، انه بعده برخص السيدارز، بس كيف العالم خايف انه شو تنقطع، هاي الاسباب. ايه وعم بيعطوا كميات قليله. ما عم بيعطوكم مثل قبل كميه؟ ايه الرجال مش عم يسلم، مش هن، من الرجال عطل. شكرا لك. إلي من الساعة 8 هون ناطر. كيف الأسعار هون؟ يعني ليه فيها الأدعى أسعار؟ يعني كل واحد ببيع شكل حسب ما هو بده. هون شكل وقدام شكل وورا شكل، و يعني ناطر لحتى يجي دوري وما أشرح، يمكن في الفاضي ما أخدش معي كروس دخان، وبعد شوي رايح أجيب خبز كمان، بدي أنطر على أجا أخذ ربطة واحدة عندي بالبيت، 6 أنفار ربطة بتكفيني لإلي لحالي بس. طيب هون قد ايه عم بيسلمكم كميات؟ يعني قد ايه فيك بس كروز؟ كروز كل واحد كروز، وفي أصناف مقطوعة، يعني السدرس طويل مقطوع ما في. شكرا لك. شكرا، الله يعافيك يا رب. يعني هذه الصورة مباشرة من مدينة صيدا عبر صوت بيروت انترناشونال. خليني أجرب شوف كمان هون الحاج، يعطيك العافية. ما بدك تحكي؟ مرحبا حاج، يعطيك العافية. مين بحب يحكي معنا؟ هيا تلفزيوني. أدي صلك ناطر؟ أدي صلك ناطر؟ هيا شي 3 ساعة تقريبا. شو عندك بعد بهذا النهار؟ بدك تجيب خبز، بدك تعبي بنزين، شو بدك تعمل بعد؟ بنزين، مازوت، خبز، دخان، دواء، كل هيدا مش موجود. قد ايه رح يتحمل الشعب هيك؟ يتحمل الشعب، ما حيتحمل، طولي بالك، شي جمعة بيتحمل الشعب. إذا جمعة بيتحمل الشعب منيح، لأنه هيك ما في، إذا بده علبة الدخان واحد مش قادر ياخذه الدخان. شو بتعمل؟ بتروح على محطة البنزين بيسكروا المحطة وباي باي. والمازوت وغيره، وناس قاعدة مكيفات وشعار وتعطير وأكل وشرب. إذا بدك تجيب كيلو لحمة حقه 150,000 180,000، ما بدك تاكله. شو بتعمل؟ تشحدي؟ ما تعودنا على الشحن. أكيد. شكرا لك. عم يعني بعض المواطنين هون مستاء كيف عم نصور الطوابير، وكأنه نحن يلي عم نزلهم، مش هيدا السلطة الفاسدة. يعني عم نشوف كل شوي ناس عم تجي توقف بالصف، والطابور عم يكبر شوي شوي، وأيضا في عجقة سيارات بهيدا المكان. قدرت تشتري عام؟ قدرت تشتري؟ خبرنا. والله قدرت بس ببرد قلب.
مرضنا قلب يعني نطرت شيء يعني ربع ساعة نعمة نعمة بالربع ساعة. تحصل على طلبة؟ لا جبت 3 كروزات بس. قد ايه بكفوني؟ بدهم أكثر من جمعة أكثر من جمعة. شو رأيك بهالوضع لوين رايحين؟ أكثر من هيك قرف ما عاد يصير أكثر من هيك قرف ما عاد يصير. شكرا لك شكرا. إذا يعني مشاهدينا رح نكتفي بنقل هيدي الصورة مباشرة من مدينة صيدا من أمام أحد محلات بيع الدخان. هذه هي الصورة مباشرة عبر صوت بيروت انترناشونال. ابقوا معنا لنوافيكم بكل جديد. كانت معكم سارة شحادة والزميل يوسف فواز. إلى اللقاء.